السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي دوغو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفه اليوم غتكون شوربه صحيه بالبلبوله ديال الشعير او الدجيشه بالخضر وبالدجاج. غادي نسموها بالاعشاب فكتجي لذيذه. غنديرها لكم بطريقتي، كتجي لذيذه بزاف وصحيه مناسبه لشهر رمضان. الناس اللي تيبغيو يدخلوا الشعير في الاستهلاك ديالهم اليومي، فهاد الشوربه من احسن الحاجات اللي ممكن اننا ندخلو. نمشيو على بركه الله، نشوفوا المقادير والطريقه. انا خديت هنايا كاس ديال العنبه ديال البلبوله ديال الشعير البلديه، كيكون اللون ديالها رمادي. انا درت الرقيقه، وتقدروا ديروا المتوسطه او الغليظه على حسب الرغبه ديالكم. الناس اللي كيبغيوها ثقيله وتجي خاسره اكثر يديروا بلبوله غليظه. البلبوله انا رطبتها في الماء قبل باش كيسهل انها دغيا تطيب، غير هي رقيقه راه ما كتاخذش وقت بزاف. عندي هنايا كرافس وقزبر ومعدنوس، هذه الكميه انا ما غنستعملهاش كلها. حبه ديال القرعه خضراء، جزره، بصله صغيره، قطعه ديال البروكولي، وشويه ديال الجلبانه. غادي ناخذ، وعندي ايضا 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج اللي درته في طنجره مع شويه ديال الزيت، وغادي نخليه يتشحر بوحدو حتى يتحمر، يعني كنشحروه مزيان. هنايا غناخذ البصله غنقطعوها رقيق او نقطعوها في الهاشوار اللي بغيتو بيديكم او في الهاشوار. كنخليو هاد الدجاج كيتشحر حتى كيتحمر، كان مره مره كنقلبوه. ملي كياخذ واحد غنزيد عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي، هادو هما التوابل اللي غندير فيه. ملي كياخذ واحد اللون محمر كنهزو نحيدو. النار اللي غنحمروا عليها هاد الدجاج تكون شويه عاليه باش الدجاج ما يطلقش لينا الماء ديالو. صافي، ملي كيوصل لهاد الدرجه كنهزوه نحيدوه، وغادي نزلو هذيك البصيله اللي قطعنا ونخليوها حتى هي تشحر. الكميه ديال الزيت جاتني قليله، ناشفه الطنجره عندي، فغنزيد واحد شويه ديال الزبده بلديه، غير شويه. ممكن ديروا زبده من اصل حيواني او غير الزيت، غير ما تكتروش لان هاد الحساء ما كيبغيش كثره الزيت، يعني غير شويه. صافي، غنخليو هاد البصله واحد شويه كتشحر، وغنزلو الخضر كلها اللي نكون قطعناها بالحجم ديال تقريبا بالحجم ديال الجلبانه، الجزر، القرعه خضراء، البروكولي، يعني كلشي ضفناه مره واحده. غنضيفو واحد الفص او جوج ديال الثومه محكوكه او بريسيا، نزيدو الكرافس والقزبر ومعدنوس مقطعين. انا ما درتش الكميه اللي شفتو كلها، فغير القياس. وغادي نزيد جوج ورقات صغار عندي ديال سيدنا موسى، او ورقه واحده، وشويه ديال اليزير، وعفوا ديال الزعتر وزعتره اللي صهدتهم في واحد المقيله وحكيتهم بين يديا، وعويد ديال اليزير. انا درت اليزير خضر، كنخليوه غير يطلق النسمه ديالو ونحيدوه باش ما يطلقش هذوك العويدات. الا ما بغيتوهمش كتحيدوه قبل ما يتحلوا منه هذوك العويدات ديالو او الوريقات. هنايا ضفت شويه ديال الملحه، البزار، وسكينجبير. كان عندكم ازير يابس ممكن تطحنوه وتضيفوا منه واحد شويه. صافي، بعد ما كتشحر هاد الخضر كنزلو هذيك البلبوله بالماء ديالها، من مرميوش. صافي، وغنخليوهم يطيبوا. هاد البلبوله ما كتاخذش وقت كثير لانها رقيقه، زائد اننا رطبناها في الماء. صافي، غادي نحركو كلشي ونغطيو الطنجره ونخليو هاد البلبوله تطيب. الخضره ما غتاخذش وقت كثير، يعني غطيب قبل من البلبوله لانها مقطعه صغيره. صافي، بعد ما كطيب كيما قبل ما كطيب، يعني ملي كنقربو نطفيو عليها، غادي نزيدو هاد القطع ديال الدجاج باش حتى هي كتاخد من هذيك النسمه ديال الاعشاب. صافي، ونخليوها غير واحد شويه، واحد خمسة او عشرة ديال الدقائق، ونطفيو عليها لان الدجاج راه طاب ملي شحرناه.
صافيوها الحساء ديالنا او الشوربه جاهزه، كتجي لذيذه خفيفه. ممكن تقلوها اكثر من هكا الا بغيتو، تقلوا الكميه ديال الماء او تكثروا الكميه ديال الشعير، كيبقى لكم على حسب الرغبه ديالكم. انا زينتها بشويه من هذاك الربيع والكرافس مقطعين، ونقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.